هو نفس المسلك الذي مشاه أخو الضحية ليدل رجال الدرك على المكان الذي يشتبه فيه أن أخاه محتجز فيه حسب رسالة توصل بها من مجهول. فبعد 5 سنوات من الاختفاء والبحث عن رجل تعليم في عقده الخامس وأب لثلاثة أبناء، تم العثور على الضحية مكبلا في قبو مظلم بإحدى الضيعات الفلاحية بجماعة تيزرت بنواحي تارودانت. جاني ميساج في البورتابل ديالنا اللي خوكم في الفيرما عند بو الرحيم اللي حدا احمد يجبحش هي هادي، وقفنا هكا دايرين مع هذيك الدار حنا وشي ناس الجيران اللي جاي من ثلاثه، حتى جاو الجدرميه والسيد نايم وكيل الملك، هما اللي حلوا الباب لقاو السيد مكتف بسلسله في عنقه، ما تجيش يجيك بين السلسله وعنقه وفرج اليوم ومكتف مع البودره. أسرة الضحية تتهم مالك الضيعة الذي يرأس جماعة تيزرت القروية باحتجاز وتعذيب أخيهم لمدة حوالي 5 سنوات، وتحقيقات الدرك الملكي متواصلة مع المتهم والضحية الذي نقل إلى مستشفى المختار السوسي بتارودانت ليخضع للفحوصات الطبية الضرورية. الوضع الصحي ديالو متدهور جدا، فالان الشعب يديروا له الفحوصات، تم نقله على كرسي متحرك. بعد ذلك الفحوصات لم نطلع عليه الى حدود الان. تبين بعد النتائج ان الحاله الصحيه ديالو حاله والحمد لله مستقره جدا، بل اقول حاله عاديه. وفي اطار تتبع لهذه الحاله كلفنا الطبيب المختص في الامراض النفسيه اللي زاروا اليوم اللي باش يعطينا واحد التقرير حول الحاله النفسيه ديالو، كما انني عينته انا كطبيب واقول بصفه عامه ان الحاله حاله جد عاديه وجد طبيعيه. الضحيه ما تزال ترقد هنا تحت العنايه المركزه وتحت المراقبه المشدده لعناصر الدرك الملكي. هؤلاء حالوا دون ان نتمكن من تصوير الضحيه او اخذ تصريحاته. على كل حال فيبدو انه الفصل الاول من فصول حكايه دامت ماساتها 5 سنوات.